واحدة مش بالي عريان حفيان زوالي دارها شرقي وغربي في الشتيمي والماطري والرياحي دليل الوحيد هو النوري بتاع القمرة في السماوي شق الشطي والبحوري والصحراوي وهرم الصيد والغول والذيب والثعالبي والعقربي والحداشي وصداد حمام والغراب والغزال والخنتوش والقبعة الجمل والبغولي وقتها مازال ما تعرفش على السياري والدراجة اللي انطح نهار على منزلي وقال الشيخ زعما نلقى هوني شايب والعجوزة بتاعي شباب ما عنديش لغة عجبني التنظيم بصراحة معناها نتاع المهرجان منظم بالكدا من كل النواحي وتفاعل الجمهور زاد حلو معناها ولي دو سبيكتاكل راكم شفتوا معناها سبيكتاكل نتاعنا باسبور نوع وسبيكتاكل نتاع صبري مسبح نوع آخر الزوز تفاعلوا معاهم الجمهور معناها خاطر دو سبيكتاكل ديفيرون أما الزوز تفاعلوا معاهم الجمهور هذه حاجة باهية حتى مش نحكيو على السبيكتاكل اللي انت تعمل فيه انت ممكن عنده البيبليك الخاص به مش اي عبد ينجم يدخل له اي تنجم تقول معناها سي سبيكتاكل مش جرون بيبليك ياسر اما باهي انه نعاودوا زاد كيف نقولوا الجمهور العريض بالنوعية هذه من هنا في تونس مش نقولوا ما خذتش حظها ممكن لا لا ما ياخذ حظها في المسارح اما في المهرجانات مازالت ما خذتش حظها تو بدات تدخل في المهرجانات الصيفيه خاطر المهرجانات الصيفيه عندهم نوع محبذ هو كما قلت الغناء وتشتاق فهمني تشتاق تشتاق فهمني دونك نوعيه العروض اللي فيهم شويه هكا كيش يقولوها ريفليكسيون مازالت مش لاقي حظها في المهرجانات احنا راهو عرض ثقافي معناها قبل كل شيء مش عرض كوميرسيال دونك بشوي بشوي الناس تفهم صحيح كل شيء فو ان ديبيو يا تو معناها